في عام 2011 تولى رجل الأعمال محمد نجيب عزمي ميقاتي منصب رئيس وزراء لبنان ليبدأ مشوارا حافلا بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والطائفية. ميقاتي يبلغ من العمر 58 عاماً وينتمي إلى عائلة عريقة بطرابلس في شمال لبنان. تلقى تعليمه بالجامعة الأمريكية في بيروت ودرس إدارة الأعمال في فرنسا وجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. وفي عام 1982 أسس مع أخيه شركة استثمارية وسرعان ما توسع نشاطها في قطاعات الاستثمار والاتصالات والبنوك والعقار. شغل نجيب ميقاتي عدة مناصب في الغرف التجارية المحلية والدولية، إلا أنه عرف طريق السياسة بعد اختياره وزيراً للأشغال العامة والنقل في ثلاث حكومات متعاقبة ما بين عام 1998 و2004، كما تم انتخابه عام 2000 نائباً عن مدينة طرابلس. وبعد اختيار رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري تم تكليفه برئاسة حكومة تشرف على الانتخابات النيابية، فأخذ وعداً على نفسه بعدم الترشح للبرلمان ضماناً لحياد حكومته، وتمكن من إجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة اعتراف كافة القوى السياسية والمحلية والدولية. وفي عام 2009 عاد مرة أخرى للبرلمان. وفي عام 2011 كلفه الرئيس اللبناني ميشيل سليمان برئاسة الحكومة الجديدة التي تمارس أعمالها حتى الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير من العاصمة اللبنانية بيروت ومن مبنى السراي الحكومي. موعدكم مع ضيفي وضيفكم الأستاذ أو دولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية. مساء الخير سيدي. مساء النور. وأهلا بحضرتك، وأنا سعيد جدا لوجودي معك. أهلا وسهلا فيك، وأنا سعيد الحقيقة معك بوجودك خاصة بلبنان أستاذ عماد. أهلا وسهلا فيك. شكرا سيدي. يمكن حضرتك كعادتك من الممكن أن تكون صبوراً على أسئلتي. الغرض من هذه الأسئلة هو أن احنا نحاول أن نجلي الكثير من الأمور من خلال الأسئلة التي تطرح نفسها على الساحة، ومن قبل أنك شخصياً أفضل من يستطيع أن يشرح بالضبط قصة، يعني تركيز كل قصة دولة الرئيس نجيب ميقاتي منذ ما قبل اختياره رئيسا لهذه الحكومة، ثم العواصف الكثيرة التي مرت بها هذه التجربة. هناك العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها، فلك الفرصة كاملة أن تشرح ما تراه من منظور تجربتك وشهادتك على هذا التاريخ المهم. أهلا فيك. السؤال الأول سيدي، وهو سؤال في رأيي هو سؤال تأسيسي، لأن على أساسه من الممكن أنه تنجلي الكثير من الأمور. كيف وتحت أي ظروف قبلت رئاسة الحكومة التي بدت وكأنها مفاجأة للبعض؟ نرجع بالذاكرة لكانت يوم تكليفي، كان 25 جانوري 2011. بالواقع بدي أرجع شوي هلأ إذا بالذاكرة كمان لسبتمبر 2010. سبتمبر 2010 خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأنا كنت نائب ورئيس وزارة سابق، تبعت بعض الأحاديث وبعض الضغوطات والمباحثات الجانبية بما يتعلق باستفتاء السودان، وطلعت بانطباع أنه 9 جانوري 2011 تاريخ استفتاء السودان العالم العربي لن يكون بعد 9 جانوري مثل قبل 9 جانوري. ليه؟ لأنه كان في قرار بموضوع الاستفتاء وتقسيم السودان، وحقيقة شعرت أنه في مخطط ربما لشرزمة العالم العربي وتقسيمه، والشرارة تبدأ من السودان اللي ما حدا كان منا يمكن منتبه لها. يعني وكان في إصرار أولى، يعني أنا عم أقول لك بسبتمبر وقت كنت في نيويورك شعرت بالضغوطات وكيف في بعض الدول العربية مؤيدة جدا للموضوع، وبعض الدول العربية متحفظة، والعربي الحقيقي كمان كان عم بيقول لا نحن ما بدنا نبلش بقصة التقسيم. يعني شعور أنه العالم العربي سيكون بعد تسعة، إذا
كنت بوقتها عم أقول إذا تم الاستفتاء بعد 9 جانوري مش قبل 9. حصل استفتاء وصار بعد ضغري نحن استقالة الحكومة في لبنان. وأنا بقول لك صراحة كنت لآخر لحظة مؤيد لإعادة الرئيس سعد الحريري أن أسميه أن يكون رئيساً للوزراء في لبنان. ما كانش عندك أي مشكلة في هذا؟ ما كان عندي مش بس أي مشكلة، كنت متأكد من ذلك. واجتمعت أنا حتى وزملائي النواب الطرابلسيين الوزير محمد صفدي وأحمد كرامي نهار الجمعة قبل بداية الاستشارات بثلاثة أيام، كان نهار الجمعة ب 21 جانوري بطرابلس، واتفقنا أنه نحن نهار الاثنين ب 24 جانوري حيبلش الاستشارات الرئيس فخامة رئيس الجمهورية لاختيار وتسمية رئيس وزارة، ونحن كنا متفقين أنه يكون الرئيس سعد الحريري. أصبح كنت تحت الامبريشن أنه العالم العربي غير، بلش الحراك العربي. تونس في 14 جانوري، بعدها بلشت نوعا ما مصر تتحرك 25 يناير. في 25 بلشت مصر بداية التحرك، كانوا بلشت الدعوة لهالموضوع. نحن هون كان في اتفاق ما يسمى بالسين سين، كمان كان أخذ دوره، كسر هذا الاتفاق. كان الاتفاق عم بيحكوا فيه قبل 9، كسر هذا الاتفاق وكل واحد وقف على موقفه. في طرف 14 أدار تمسك بموقفه بالرئيس سعد الحريري، والثمانية أدار تمسك وقتها بتسمية الرئيس عمر كرامي. أمام هالانقسام اللي كان حاصل بين الفريقين اللي عم يتصارعوا على الساحة اللبنانية، وما سبق هذا الانقسام القوي من استعراض قوى عند كل فريق، ومثل ما قلت كمان التراكم اللي عم بيصير، اللي قلت انه العالم العربي بعد 9 جانيوري مختلف. صراحة شعرت انه هذا هو الوقت الحقيقي للوسطية اللي انا حامل رايتها من يوم دخلت العمل العام. طب لمن لا يعرف ما هو مفهوم الوسطية عنه؟ مفهوم الوسطية هي مش مع الحق بين، يعني هي مش وسطية بين الحق والباطل. الوسطية مع الحق، أن تكون دائما مع الحق، وأن دائما أن تؤمن كرامة الإنسان، العدل، السلامة، الوطن والاستقرار في الوطن. لأنه هذا أساسي أنا عندي. ووجدت أنه أمام اشتباك المعقول يحصل حيكون في خطر، والخطر بالذات حقول اليوم معك خطر على أهل السنة في لبنان. إزاي؟ شفنا كان في خطر على 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 نتيجة الفشل الاتفاق على السين سين. فكان في طرف قوي على الساحة اللبنانية معه سلاح وموجود بده يواجه طرف آخر. فلن أسمح أنا بتعريض طائفتي وأهلي لأي خطر من أي نوع كان. فلقيت يا أما بيكون الوسطية دور وبتبلش تتظهر هذه الوسطية وبتكون موجودة على الساحة اللبنانية، أو خلينا تنسحب من السياسة ونترك الساحة للمتصارعين. فاجتهدت، ويمكن أصبت يمكن لم أصب، ولكن العالم تعرف سلوكي أنا خلال هالسنتين اللي مرقوا. هل البعض اللي بيعتقد أني أنا كنت أهرول للمركز؟ هل البعض بيعتقد أني أنا ممكن كن أكون أقوم بأي تسوية على حساب طائفتي وأهلي، إن كان أهلي بشكل خاص طرابلس أو كان أمتي السنية؟ أنا هل كان في عندي تسوية عليا؟ هذا السلوك بيجي بنقال اليوم، هلا بيجي بنقال. طبعا الإعلام حكى والاتهامات كثيرة كثير كثير كانت، والكل بيحكي على 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 سجيته أنه التحالف الانتخابي صار لوين أدى. نجيب مئاتي ترك أهل السنة. أنا من يوم بعد تكليفي دعونا إلى دار الفتوى للبحث بالثوابت الإسلامية بدار الفتوى، وهذه الثوابت أنا كانت بقلك هي كانت معمولة، خليني أقول ضدي كدفتر شروط. أنا كنت أول واحد مؤيدة،
وأول واحد نفذها بمركز المسؤولية. اليوم الكل بيشهد أنه خلال هالفترة أنا ما خرجت خارج الثوابت السنية ولا بشكل من الأشكال ولا بأي بند من البنود، حتى بالعكس كنت أكثر حرصاً وأشد لاستقرار الطائفة بكل معنى الكلمة. تسمح لي بس أعود، أنه تحت أي ظروف قبلت أن تكون رئيساً للوزراء؟ يعني أنت الظروف محلية داخلية قراءة سياسية لألي، وصار في أحاديث أنه هلأ الوقت، وأنا كمان بقول أنه أكيد اللي أعطاني الزخم الأول لحتى أخطب هالموضوع بقول لك وليد بيك جنبلاط، اللي هو كانت رسالته واضحة أنه إذا أنت بتكون مرشح نحن منأمن التأييد اللازم لألك. البعض بيقول إجا اتصالات من سوريا، وأنا جيب بقاطي على علاقاته التاريخية مع سوريا هي اللي فرضت علي يجي، وهو ما وهو مش قابل، هو مش قراره، القرار مجبر عليه. ولا أقسم بالله لا كان في أي أمر ولا في أي شيء قراءة شخصية للواقع، والقراءة الشخصية ما بخفي عنك أخذ بعين الاعتبار أنه ربما تكون الخسارة شخصية لألي أنا، لأني أنا اليوم بعد السنتين بقول لك يمكن أنا شخصيا صورة تأزت، ولكن الحمد لله والتاريخ حيثبت أني أنا لم أمس بوطنيتي، لا أمس بطائفتي، كل هذه الثوابت بقيت موجودة ولا في أي خلل صار. على العكس أكثر حرصة اللي كان يجي يقول الرموز، اتفاق السينسين كان موضوع لحماية الرموز السنية في الإدارة اللبنانية، أنا حميتها وخليتها ولا صار في أي حدا قدر قرب عليها. الاتفاق السينسين كان معمول على حساب المحكمة الدولية، أصريت أن تبكى المحكمة الدولية لأني لن أقبل إلا أن أعرف الحقيقة على اختيار رئيس وزارة سابق، أصريت عليها أكثر ما كان الآخرين كانوا يمكن يعملوا تسوي على موضوع المحكمة الدولية. مواضيع أخرى يومية أنا عندي بالإدارة اللبنانية وبعدة أمور اقتصادية وموجودة لم تمس بتاتا. أنا عم أقولها دفاعا، أنا عم أقولها ضميري مرتاح، أنا لو اليوم رجعت هذا الموضوع برجع بكون نفس الشيء. بتقلي كلفت نجيب مئاتي خسارة، صورته تغيرت، مش مهم نجيب مئاتي بتاريخ الأوطان. وصدقا بقول لك ياها، أنت مرة بأحد مقالاتك قلت لا فيك، أنا جبتها لا فيك تقعد ولا فيك تمشي، ما أقدرش أقعد وما أقدرش أمشي. أنا اللي بقعد لي ومشيني هي مصلحة لبنان، وأنا هددت عدة مرات أني بدي أمشي مشان أنا ولا مشان صورتي، مشان لبنان وأخذت اللي بدي إيه. وأنا اللي مقعدني اليوم هي المصلحة الوطنية الأساسية الموجودة علي. أنا عايز أرجع مع دولتك. تفضل تفضل. أنت لم تكن طالبا للولاية، لم تكن حالما بأن تكون رئيسا للوزراء. أنا كنت رئيس وزراء، كنت رئيس وزراء، وصرت رئيس وزراء سابق، وما وحأرجع رئيس وزراء سابق. يعني أنا شو عم يعني أنا أحارب وأبقى وأرهق وحأرجع على نفس أجي أم أجي أرجع. سؤالي ما هي تفاصيل أن انتقلت من حالة الذي يؤيد دولة الرئيس سعد الحريري وهو طرف موجود داخل المجموعة هذه وهي مجموعة 14 أزهر إلى أن حدث تغير في الموقف وأصبحت ترى أنه لزاما عليك أن تتولى أنت؟ إيه المتغير؟ أقول تماما بالتفاصيل اللي عم أقول، نتيجة شفت كيف الأمور عم تكبر وكيف التشرزم عم بصير وكيف التشابك واصلين عليه أكثر وأكثر، حنوصل لفراغ حكومي، ربما حنوصل لحكومة لا نشتهيها، حنوصل يمكن ربما لاشتباك مباشر. وإضافة للإشارة اللي إجتني من عند الأستاذ وليد جنبلاط، هيدا كلياتها شجعت أني أنا أنظر بالموضوع، نظرت بالموضوع، بلشنا نحكي مع الفرق مع فريق 8 أدار بموضوع الحكومة. فريق 8 أدار عنده شروط، نحن موجودين وأحياء، بلشنا هيدا عم قول كان بنهار السبت اللي وقت بعد ما اجت الإشارة، يعني بعد ما صار في حديث مع وليد جنبلاط انه اذا انت بتترشح هيدا بيكون انقاذ كتير كبير للبنان ونحن كلياتنا بنمشي وانا بأمن لك الدعم اللازم. قال 8 أدار واتصل فيهم وليد بيك وقال لهم انه انا بقدر اني على الرئيس مئاتي،
اجوا بلشوا يعطوني شروط موجودين، قلت له أنا لن أقبل بأي شرط من الشروط، والشروط كانت واضحة، متعلقة بالمحكمة، متعلقة بتمويل المحكمة، متعلقة بالقضاء بالمحكمة، موجودين. خلصنا بلشنا نهار السبت مساء ورفضت ولا أي شرط من الشروط. الموقف أيضا مع حلفائك في 14 أذار كيف كانت الصورة وكيف كان الموقف؟ صراحة الفريق تبع 14 أذار كان متمسك تمسك كامل بموضوع عودة الرئيس سعد الحريري إلى رئاسة الوزارة، وهيدا هو مصدر الاشتباك المفروض يكون، يعني هو كان المصدر الأساسي، ما كان في أي بحث بهذا الموضوع بأي فكرة بالتخلي عن ترشيح الرئيس سعد الحريري. لماذا وتحت أي ظروف موضوعية وجدت أن نجيب ميقاتي مع حفظ الألقاب أفضل لمصلحة لبنان من وجود دولة الرئيس سعد الحريري؟ ما كان حيقدر ولا بشكل من الأشكال، لا يقدر يألف حكومة ولا كان بيقدر، يعني نحن عم نشوف هلأ من بعد الحكومة ما عم يقدر يقعد بلبنان، بيقدر كان يألف حكومة يقدر يقعد بلبنان؟ منا شايفين الوضع، خلينا نكون واقعيين على الأرض، مش مضروري نحكي كتير بالموضوع، بس اللبناني المواطن اللبناني بيعرف تماما انه كان من الصعوبة بشكل بنكون، يعني نحن حطينا نار إضافية على الواقع اللبناني اللي كان أنا خايف منه ولا أزال نوعا ما، إلى حتى نشوف الظروف كذا تمشي. مثل ما قلت لك كان تحت انطباع أنه بده يبلش العالم العربي بثورات وبانقسامات كتير كبيرة بعد 9 كانون تاني. طيب لو افترضنا جدلا أنه تم ترشيح أو تسمية دولة الرئيس سعد الحريري، نعم، صبيحة اليوم التالي، ما هي الأخطار من منظور حضرتك التي كان يمكن أن تتعرض لها الطائفة السنية أو لبنان أو 14؟ هذه كلها مواضيع افتراضية، نعم، وأنا اليوم إذا بدي أحكي عنها عم بيقولوا كأنه مبرر لكبوري، أو كأنه ولا أنا ولا أنا مخول أني أولى، لحتى ما بقبل أنا أقبل أو أسمع أنه ربما الطائفة السنية مهددة. أصبح مجرد أني بقولها يعني كأني عم بقول انه الطائفة، ما حدا بيقدر يهدد الطائفة السنية، الطائفة السنية أساسية في البلد، الطائفة السنية موجودة، علينا نتصرف بحكمة وبوعي وبرؤية انه نحن دائما بنكون جامعين بهالبلد، هي بتوصلنا على شط الأمان أكيد.